السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا كقائد الجيش الإيراني أعتبر نفسي جنديا أمام عظمة اليمنيين. وإلى التفاصيل. أشاد قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي بالدور اليمني المساند لغزة قائلا إنه كقائد للجيش الإيراني أعتبر نفسي جنديا أمام عظمة اليمنيين وهم فخر لنا، مؤكدا أن اليمنيين سجلوا اسمهم بقوة في التاريخ وفي الخارطة الجغرافية. أشار اللواء سلامي إلى أن الشعب اليمني يتحرك في مواجهة أمريكا والصهاينة بالتزامن مع تحركه لتقرير المصير والحرية والاستقلال. وفي ذات السياق قال قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري إن اليمنيين هم اليوم ضلع صلب في محور المقاومة ولا يهابون شيئاً. ولفت تنكسيري إلى أن اليمنيين لديهم تاريخ متجدر وشجاعتهم معروفة، ورغم حرب الثمان سنوات غير المتكافئة ضدهم خرجوا ليهبوا نصرة لفلسطين وشعبها، مضيفا أن استهداف اليمن لحاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور يحتاج إلى شجاعة، وقد أثبتوا ذلك ونحن في الحرس الثوري نفتخر بهم. وتنفذ القوات اليمنية عمليات عسكرية متصاعدة إسنادا لغزة ضد الملاحة الإسرائيلية ومن ساندها في البحرين الأحمر والعربي وأيضا في المحيط الهندي ومؤخرا في البحر الأبيض المتوسط منذ أكتوبر 2023 حتى اليوم، متوعدا بالمزيد في حال استمر العدوان والحصار على غزة. أشكركم على حسن متابعتكم وإصغائكم، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.